مرحبا، محدثكم الدكتور علي زيدان القيسي. عمليات الأكسدة اللي نتعرض لها في الليل والنهار من ضمنها التعرض للشمس والجفاف البشرة والسهر والعمل لفترات طويلة والأكل الغير منتظم أدى إلى شيخوخة البشرة. الحقيقة شركة اليوترونيك العالمية قامت باستحداث تقنية جديدة اللي هي اسمها الليز ميد ليزر أو البيبي فيس، وهذا الليزر يعتمد على استحداث قنوات رفيعة في الجلد مما يسهل عملية دخول المواد المضادة للأكسدة إلى جميع طبقات البشرة، مما يعطي بشرة خالية من التجاعيد الخفيفة وخالية من التصبغات وناعمة الملمس ونضرة وشبابية. نتمنى لكم الصحة والسلامة.